دكتور محمد يوسف مدير الهيئة الطبية في منطقة مضايا بقين اليوم 7/1/2016 نواجه عدة حالات من الإغماء بسبب الحصار المفروض علينا منذ 7 أشهر. كل يوم تزداد حالات الإغماء يوما بعد يوم، وصلنا اليوم إلى فوق 200 حالة إغماء يوميا. هذه نموذج لأحد حالات الإغماء الموجودة لدينا الآن. هذه الحالة لم تتناول الطعام منذ أسبوع، فأصبح لديها سوء امتصاص تغذية وهزال شديد في الجسم ووهن عام، مما اضطرينا إلى تسريب عدة سيرومات ملحية وسكرية لتعويض النقص الغذائي اللي حاصل عند هذه الحالة. دكتور، ماذا توجه مناشدات للذي يشاهدونك الآن؟ نحن منطقتنا حوالي 35,000 إنسان مهددين بالموت جوعا. نناشد المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل السريع والفوري خلال 24 ساعة لإنقاذ حياة 35,000 إنسان من الموت جوعا حصرا. ما معدل حالات الإغماء اليوم لديكم؟ تتراوح من 100 إلى 200 حالة.